لو أخذت إشي مثال شبيه بالمثال السابق رح أخذه بالشكل التالي. لو عندي هون sinusoidal signal خلينا ناخذ نفس الأرقام تقريبا هناك، رح أقول هذه 5 فولت ورح أفترض البيك هون 10 فولت، أوكي؟ هاي طبعا لا هي AC ولا DC، فيها AC component وفيها DC component. لو بدي أفككها رح أفككها لكومبوننت DC على 5 فولت وكومبوننت تاني AC، والبيك تبعه قديش رح يكون؟ 5. أوكي، إذا هذه هون 5 ناقص 5 فولت، أوكي مضبوط؟ هلا بنيجي نسأل نفس الشيء، بنسأل السؤال قديش الـ RMS في DC RMS؟ هذه هون DC component، pure DC component، فالـ RMS تبعته 5 فولت. VAC RMS شو بتساوي؟ انتوا هاي اخذتوها بالهيك مش هيك؟ الـ RMS تبع sinusoidal signal هي البيك على جذر التنين، فبتصير هاي 5 على جذر التنين فولت. إذا الـ ripple factor يساوي 5 على جذر التنين على 5 اللي هي 1 على جذر التنين 0.707 مضبوط. اوكي طيب قديش ال ار ام اس تبع السيجنال الاصليه اوفرول سيجنال في سيجنال ار ام اس شو بيساوي؟ بده يساوي الجذر التربيعي لا في دي سي ار ام اس 25 زائد 25 على 2 مضبوط 25 على 2 بصير 12.5 و 25 37.5 فبصير جذر 37.5 اوكي مضبوط.